أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء غارة جوية روسية على منطقة جبل الأربعين ومحيط قرى إحسم وجوزف وبليون ومشكون وكان صفرة. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي وتعتقل 4 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة. حكومة الأسد تعلن عودة مطار حلب الدولي إلى الخدمة بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه على خلفية تعرضه لقصف إسرائيلي. مظاهرات مستمرة في السويداء لليوم 56 على التوالي تنادي بإسقاط الأسد ونظامه وتحقيق تغيير سياسي حقيقي في البلاد. وفاة 23 شاباً من أبناء بلدة حفير الفوقة بريف دمشق جراء غرق قارب لجوء في مياه المتوسط كان يقلهم من ليبيا إلى السواحل الأوروبية. وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 1900 شخص وإصابة نحو 7700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.